السيام جنة، السيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. السيام جنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي واستعين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأكارم، مستمعاتنا الفضليات، مرحبا وأهلا وسهلا بكم. تقبل الله صيامكم وقيامكم وجعل طاعتكم في ميزان حسناتكم. حلقة جديدة من برنامج الصيام جنة، المشترك هذا البرنامج بين جمعية أيمة المساجد بالقيروان وإذاعة الحياة فهم. برنامج اليوم أو حلقة اليوم بعنوان الأمانة. يشترك في تقديم هذه الحلقة شيخنا وأستاذنا صطيب الغزي، مرحبا وأهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة مباركة مباركة إلى إذاعة حياة أف أم على هذا النشاط المكثف وهذا النشاط الجاد الذي يستجيب لمطالب الصائمين القائمين المتعلقين بهذا الدين بسباحته وبأخلاقه وبقيمه الإنسانية الفاضلة، سيما بمعنى في هذا الشهر يرتفع منسوب الشعور الإيماني والتعلق بالمولى تبارك وتعالى استدرارا لرحمته، استنزالا لمغفرته، وطلبا العتق من النار كما ورد في حديث صلى الله عليه وسلم: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. عتقنا الله جميعا من النيران. كذلك معنا كذلك سيد الخلادي يؤثث معنا هذه الحصة، إمام جامع البي أو جامع الحنفية، أهلا وسهلا ومرحبا سيد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. تحية إجلال وإكبار لشيخنا والأستاذنا السيد طيب الغزي في الحصة هذه وفي الحلقة هذه، إن شاء الله ربي يوفقنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول رب العزة جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هو تعريف الأمانة؟ ما هي مجالاتها؟ هل تقتصر الأمانة على الودائع والأسرار أم تتعدد وتتسع دوائرها؟ لماذا عدت من أشرف الفضائل وأعظم الأخلاق؟ هل الأمانة من العبادات التعاملية التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها لله جل وعلا؟ هذه أسئلة وغيرها نطرحها على شيوخنا الأفاضل. سيطيب، ما هو تعريف الأمانة؟ الأمانة في عمومها، في شمولها، في إطلاقها، تعني ما يجب حفظه وأداؤه إلى أهله، وهي مشتقة من الأمن، الجذرها الهمزة والميم والنون. والأمن يبعث على الراحة ويبعث على السكينة والطمأنينة. ورب العزة سبحانه وتعالى عندما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن من أي شيء؟ الأمن مما يكدر عليهم عيشهم، الأمن من غضب الله تبارك وتعالى، الأمن من الانجراف في المعاصي وفيما يتعارض مع عقيدة التوحيد. والأمن مطلب إنساني معنى عظيم، والأمانة يعني هي مركزية، ما تحتل موقعا مركزيا في حياة الأمم والشعوب عموما. والأمانة أو الأمن لا يختص به المسلمون فقط، بل الإنسانية جمعة، يعني تحتاج إلى خلق الأمانة حتى تستوي الحياة وحتى تستقيم الأخلاق. والأمانة لا يستغني عنها الإنسان، سواء كان هذا الإنسان فردا أو كان
جماعة، سواء كان هذا الإنسان في قمة هرم السلطة بالبلادي، أو كان بمعنى موظفا، كان مسؤولا، كان عاملا، كان مربيا، كان زارعا، كان صانعا، كان شغالا، يعني سواء بفكره ولا بساعده، كل الناس يحتاجون إلى هذا الخلق في مختلف مناشط من حياتهم، وهو يعني وهو باحتلال هذه المكانة يدفع إلى كثير من العناصر الإيجابية في الحياة، من يحقق كثيرا من مظاهر الاستقامة ومن مظاهر الحركية وفي المجتمعات، وكذلك هو يوطد العلاقات سواء داخل الأسرة، ويوطد العلاقات يعني في المجتمع بين يعني بين الشعب، بين الأمة، وبين يعني مسؤوليها. ولذلك كل الناس يحتاجون إلى هذا الخلق. ماذا نفهم من القول الله جل وعلا الصيب فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه؟ ثم يقول رب العزة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني هل أن الأمانة واجبة ومفروضة أم أنها فضيلة ومزية يمكن أن يعني تكون حاجة عليها زايدة كالإنسان، أم أنها واجبة على كل مسلم؟ هي بدون شك مدام قال المولى إن الله يأمركم، والأمر هنا يدل على الإجابة عند الأصوليين، هي واجبة وهي متعينة على كل فرد، فوجوبها وجوبا عينيا على كل شخص وليس وجوبا كفائيا. بقى يعني هي مع كونها واجبة فهي فضيلة أخلاقية متميزة، يعني أصحابها هم أناس يعني متميزون على غيرهم بأنهم أهل أمانة، ولذلك الناس يتفاوتون في أقدارهم ويتفاوتون في منازلهم بتفاوتهم في التمسك بهذه الفضيلة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. شوف الصلة يعني بين الحكم بالعدل وبين أداء الأمانة، فهو إذن الحكم بالعدل هو نتيجة الأمانة، نتيجة أن الحكامة يهتمون بالحفاظ على هذه الأمانة وبدعوة الناس لها. الزمن والأيام يعني أكدت، والتاريخ حتى التاريخ أكد أن الأمانة هي دعامة بقاء الإنسان، هي مستقر من أساس الحكومات أيضا، من هي باسط ظلال الأمن والإطمئنان، هي رافع أبنية العز والسلطان، هي روح العدالة، هي جسدها. بالجملة فلا يكون شيء من ذلك بدون الأمانة، فبدون أمانة لا حياة لا للشخص الفرد ولا حياة للمجتمع. السريفال جاء في التعريف الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، فالصلاة كالزكاة والزكاة كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها الودائع وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقيل كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهي أمانة. هل يمكن أن توضح لنا سيدي دوائر هذه الأمانة وهذا الموضوع؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك الله فيك سي شادلي. توا بحول الله نجيو هالطلب أو السؤال اللي قلته لي توا، لكن أنا نحب نبدأ بفكرة عامة مفتوحة شوية يعني في الأمانة، أو مقدمة عامة، وبعد ندخل الموضوع يعني بالتدرج بإذن الله. يعني لما نتحدث عن الأمانة نستحضر وجوبا أنها تخالف أو تقابل تماما الخيانة، تقابل الخيانة.
ثم المعاني المفتوحة كثيرا عند مفكرين في الأمانة، يعني تخلينا نمر عليها حتى يعني نستوضحها ونبينها للعامة الناس. إن شاء الله ربي يرزقنا الفهم. في معنى الأمانة الواسع تأخذ عدة دلالات. قد تكون الأمانة بمفهوم، يعني في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، بمعنى التوحيد. قد تكون بمعنى توحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تكون الاستخلاف؟ أي هنا جايينها بشوي بشوي سيشيدي، بارك الله فيك. ويمكن أن تكون الاستخلاف، ويمكن أن تكون الاستخلاف. في حديث مفكر معروف شوية، منعرفش يعني عامة الناس قد يكون عندهم معرفة به، هو حسن صعب، يقول أن الأمانة أو دلالة الأمانة هي بمعنى الحرية. الحرية أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى مؤهلات للإنسان كثيرة، مؤهلات أعلاها العقل، وفما شكون يقول أن الأمانة هي العقل. ولكن يعني على اعتبار هذا التوسع في دلالاتها ومعانيها، يمكن أن تحمل معنى التوحيد، كما يمكن أن تحمل معنى العقل، كما يمكن أن تحمل معنى الاستخلاف، كما يمكن أن تحمل معنى الحرية. في فكرة طريفة جدا، فكرة يعني ممتازة في معنى الأمانة، أن تكون الحرية، على اعتبار أن لا يمتلك الحرية غير الإنسان، وأن السماوات والأرض والجبال جميعا يعني أبوا ويعني رفضوا حمل الأمانة ولم يستطيعوا حمل الأمانة. لكن لما نجمع المؤهلات الكل في الإنسان اللي هو العقل، واللي هو يعني عواطف الإنسان اللي هي يعني يعيش بها، كذلك حسن صورته وجسمه، كذلك الروح، رب سبحانه وتعالى يقول ونفخت فيه من روحي، خاصية الروح في الإنسان، هذه المكونات جميعا هي التي بها كانت الأمانة للإنسان، مع بطبيعة الحال مؤهل الحرية اللي هو المؤهل العام أو المؤهل الهام جدا. هذه المؤهلات كانت يعني بالنسبة للإنسان هي الوسيلة أو الوسائل المتعددة لتحمل أو لحمل الأمانة التي لم يستطعها غير الإنسان. قد يكون الجن مكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكنه غير مستخلف. الأمانة هي بالمعنى المطلق العام تكون أوضح وأجمل وأكبر، هي التي تحملها الإنسان اللي هي الاستخلاف بمؤهلاته التي ذكرناها جميعا. قلت للسيشير اللي نتحدث عن مجالات، هل يمكن مثلا أن تكون العبادات في العبادة؟ نعم، هل يمكن أن تكون العبادة؟ هذا تفصيل كبير يأخذ زادة ست. طيب، الأمانة في العبادة كيفاش تكون؟ الأمانة في الأعراض، الأمانة في 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 حفظ الودائع. قد يتبادر للذهن أن يعني لما يقولوا أمانة، يتبادر إلى ذهن أن هي حفظ الودائع بالضبط وحفظ الأسرار. كثير من الناس يعتقد أن الأمانة هي حفظ الأسرار. هي أكبر من هذا بكثير، هي أكبر من هذا بكثير. وما هذه الحصة وهذا البرنامج إلا لبيان وتوضيح وتجلية هذه الدلالات والمعاني الكبيرة لمجالات الأمانة. لما يعني بدينا نحن في البرنامج هذا وفي الحصص هذه بالعبادة، هي أعلى الأمانات، أعلى الأمانات العبادة. والعبادة بطبيعة الحال بقسميها يعني العقيدة والشريعة. فأعلى الأمانات العبادة اللي ربي سبحانه وتعالى أمرنا بها واستخلفنا لأجلها وخلقنا لأجلها. فالعبادة أمانة، كل عبادة يقوم بها الإنسان، سواء تكون يعني على مستوى يعني الإلزام الفرض أو على الاستحباب، هي أمانة يقوم بها. ميجيش يقول الإنسان مثلا في ركعتي تحية المسجد تخفيفهم وتعجيلهم ومش مشكل، يعني أنا أعطيني الظهر نحسن أداء. كل ما تقوم به من عبادة يعني لله سبحانه وتعالى، فأنت مؤتمن عليها، مؤتمن على تلك العبادة. دخلت قلت الله أكبر ودخلت في صلاتك، انتهى، أنت مؤتمن عليها. كذلك سوى صيام الفرض وهو أعلى صيام رمضان، لنحن فيه إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في رمضان جميعها، سوى يكون صيام النفل. كيف كيف تعطيه حقه يعني في كف البصر، في يعني اللسان، في كذا، كل حاجة يجب تمشي أو تكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. المجالات كثيرة نأخذها. سيشيرلي، أنا نحب نحاول كلمة سيطيب أن يتحدثنا على مجالات كثيرة للأمانة، سواء على مستوى العمل، سواء على مستوى اللسان، سواء تفضل سيطيب ربي يبارك فيك. الأمانة لها دلالات عديدة وواسعة تشمل كافة حراك الإنسان منها في الحياة.
وتتنزل في موقع يعني متميز في العلاقات الإنسانية عموما. فالتزام الإيمان وتعهد الإيمان والحفاظ على الإيمان هو من أسباب أو بالتالي من أسباب النماء ومن أسباب البقاء، يعني لابد أن يتوفر. إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى هو كذلك أمانة. إحسان المعاملة مع الأفراد أو بين الأفراد وكذلك بين الجماعات هو أمانة، وإعطاء كل ذي حق حقه أمانة، والحفاظ على العلاقات الإنسانية عموما وليس الإسلامية فقط هو أمانة. والنصوص هنا الدينية الإسلامية هي جاءت وافية بهذا كله. ففي مجال الإيمان وفي مجال العبادة يقول رب العزة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أي تقصير بعد هذا في النهوض بهذه الأمانة يعني يصبح منها خيانة لله سبحانه وتعالى ولدينه. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن ما لها كبرت فاحشة الخيانة وعزت فضيلة الأمانة. في مجال الحكم أيضا يقول رب العزة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني فهذا وكلمة الحكم بالعدل ليس للسلطة السياسية فقط بل للسلطة القضائية بل حتى العلاقات بين الناس، بمعنى شخص يحكم بالصلح أو يتدخل بالصلح بين متخاصمين سواء زوجة وزوج وإلا غيرها. ها؟ الأسرة والأبناء. أيوة ديما هذه يعني أمانة. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن أبا ذر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: ألا تستعملني؟ يعني ألا تعهد إلي بمسؤولية، مسؤولية سياسية ومسؤولية حكم بين الناس؟ ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ ضرب بيده على منكبي قال هكذا أبو ذر، ثم قال لي: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. انظروا، قال يعني أبو ذر هو من صحابي جليل، هو صحابي عنده مواقف منها عزيزة وكريمة منها في الدين الإسلامي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صارحه بأنه ضعيف. والأمانة يعني مسؤولية الحكم هي ثقيلة وثقيلة جدا، ولذلك بمعنى لم يرضى ذلك له. أمان نعم. طيب لو تسمح لي منين حبنا بس ما دام دخلت في النقطة هذه، يعني في موضوع المسؤولية والولاية، يعني يمكن الإنسان يعني أن يكون يعني يقدم للمسؤولية. الأمانة في الحكم هي تقتضي إسناد المناصب والمسؤوليات لأولي الكفاءة وللأمناء الأقوياء والأكفاء المخلصين. وإذا قدم بمعنى شخص بمعنى لا يستحق التقديم بل هو يستحق التأخير فهذا بنى خلل بالأمانة، والعكس بالعكس. فالمقتدرين وأولي الكفاءة ينادون إلى هذا، إلى هذه المسؤولية، يدعون إليها ولا يجرون خلفها. أما الذين يجرون خلفها فذلك دلالة على اختلال الأمانة لديهم. طيب أنت ذكرت حديث أبي ذر، حديث آخر لعله يدعم فكرتك، حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، والحديث في البخاري ومسلم. فاستشرف له الناس فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح، وهذا دليل على أن وضع الأشخاص في أماكنهم هي من الأمانة. تفضل. طيب هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي ذر استثناء، قال: إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخذها بحقها
وهو استحقاق أدى الذي عليه فيها وهو الواجب. ثم في النبي صلى الله عليه وسلم ديما مع الحكم والأمانة في الحكم هي هامة جدا وهي أساسية، والواقع يؤكد ذلك اليوم في حياتنا في تونس وفي غيره. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم، أمر عليهم أحدا محابات يعني مجاملة، فعليه لعنة الله. انظر بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعنة، واللعنة معنى شيء ثقيل، واللعنة هي طرد من رحمة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. ما أثقل يعني هذه الكلمات وما أخطرها وما أعظمها للذين يولون المسؤوليات السياسية معناها لأشخاص غير أكفاء. في حديث البخاري يأكد ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، يعني انتظر الساعة، الساعة فالساعة أدهى وأمر كما قال المولى تبارك وتعالى. الساعة يعني هي قيامة الناس معنى بمخاطرها، وما ترون اليوم في أوروبا في أوكرانيا يعني هو ضرب من ضروب بمعنى ذلك. هذا قيل: يا رسول الله وما تضيع الأمانة. قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أي أن يسند يعني الأمر والاهتمام بالشأن العام كما ترون اليوم إلى غير أهله. أموال الدولة هي أمانة في يد الحاكم، وهذا الذي ينبغي أن زاد نتحدث عنه يعني، وهو الواقع، وهو تنزيل الحديث عن الأمانة، باش ما يبقاش فضفاض، مش ما يبقاش ربما بمعنى المواطنون المستمعون كانوا يروا قطيعة بين القيم الإسلامية وبين الأخلاق الإسلامية وبين الواقع. ولذلك أموال الدولة هي أمانة في يد الحاكم، الحاكم سواء الأعلى وإلا بمعنى الوزراء الذين هم تحت نظره. الواجب عليه إذن أن يضعها في مواضعها، أن ينفقها فيما ينفع الجماعة وفيما ينفع الفرد وفيما يعود عليهم يعني بالرفاهية والصلاح. هذه تقريبا ما حبيت نركز على الأمانة في الحكم، باش نزيد نأكد حاجة، وأن الإسلام دين ودولة، ولا نفصل الإسلام بأخلاقه وقيمه عن أمور الدولة عن أمور الحياة. هذا شيء أساسي ينبغي أن يترسخ لدى المواطنين. نحن تو مش نجيو في رمضان، رمضان مش شهر عبادة فقط، شهر صيام، شهر قرآن، شهر منها قيام ليلة، كذلك هو شهر يعني حيوي، يعني هو شهر يتقاطع مع الحياة اليومية، سواء في بيوتنا، سواء في مساجدنا، سواء في محافلنا، سواء في إعلامنا، يا خياني. تفضل سيدي. من الأمانات العامة، أنت منذ قليل ركزت عند نقطة وتوسعت فيها، لكن بعد الفاصل مباشرة أريد أكثر عن الأمانة في العبادات. مستمعين الأفاضل، نعود بعد هذا الفاصل. أيها المستمعين الكرام، المستمعات الفضيات، عودة من جديد إلى موضوع الأمانة. قبل الفاصل مع سيدي طرحت سؤال: العبادات كيف تكون أمانة، وهل تتسع دائرة الأمانة لأكثر من العبادة؟ تفضل سيدي. شكرا، بارك الله فيك. في حلقة سابقة نحن تحدثنا على العبادة بإسهاب، فصلنا فيها يعني الكلام في حلقات ربما ثلاثة وقد يكون أربعة. يعني لما نأخذ العبادة كأمانة، يعني أكيد مش يتبادر إلى الذهن العبادات الكبرى اللي هي الأركان، العبادات الكبرى اللي هي الصلاة، الصوم اللي نحن توا في شهر رمضان الكريم المعظم، ويعني كيف تؤدى هذه العبادة بأمانة. وهذا اللي يمكن ندخل أكثر فيه ونتعمق فيه مع السادة المستمعين حتى يكون صيامهم يعني بإذن الله يحقق الأجر الكامل. لما تكون يعني عبادته أمانة في صيامه، في صلاته، في تربية أبنائه، حتى لما قلنا أكل العبادة التعاملية، لما الزوجة يعني تكون حاضرة في مطبخها
وتؤدي الأمانة متاع يعني إعداد الطعام بتوازن بدون إسراف بدون تبذير، فهو من أجمل الأمانات ومن أعلى الأمانات. وهو تحدثنا فيها على أنه عبادة، أن لما الزوجة يعني تقوم بك العمل هذاك الشاق وهي في صيام وهي في كذا، ستؤجر بإذن الله على ذلك العمل مع العبادات الشعائرية الأركان اللي هي أساسا تقدم على العبادات التعاملية. لما نتحدث على أنواع ولا أنواع كثيرة، كي ناخذ الكلام على العبادة كأمانة، أكيد هذا واسع جدا. يعني تحدثنا على الصيام والصلاة والزكاة من أعلى الأمانات. إنسان لما يؤدي يعني زكاة ماله، مش معناها فيه إنسان طبع حب المال، لما يعني يتخلص من الأنانية ويؤدي أمانة الزكاة اللي هو ركن اللي هو فرض، يؤديها يعني كما أمر الله سبحانه وتعالى، بدون يعني رياء، بدون يعني قلب يعني في شيء من الشح، لا يعني بكرم النفس وبطوعية وبمحبة للعبادة، فهو من أعلى الأمانات يتحقق بها المعنى، المعنى يعني الخالص لتوحيد الله ولعبادة الله سبحانه وتعالى. يعني انت دخلت وسريضة في توسيع دوائر العبادات. نحب نوجهك سؤال أكثر، هل يمكن أن الأبناء يكونوا أمانة في عنق والديهم؟ نعم. إذا مش بابا وأمي يكونوا أمانة يانا في العمل متاعي، إيش معناها نكون أمين في العمل متاعي؟ تفضل سيدي. هي شفت أنت سيشيد اللي تو دخلت يعني لعدة مجالات من الأمانة. صحيح أنا ذكرت الزوجة اللي هي يعني في إعداد طعام أبنائهم في رمضان بتوازن بدون إسراف، وأنت تو يعني كيف يعني خذيت وألحقت يعني الأمانة التربية السليمة، التربية المتوازنة المعتدلة مع الوليدات، مش يعني أن نرميو لولادنا للمدرسة ونرميوهم للمعهد وهانو المعلم يقرر ويربي وهانو الأستاذ. وين الأمانة متاعك يا أب؟ وين حضورك مع وليداتك؟ وين حضورك مع يعني زوجتك في توجيهها؟ أو كذلك الزوجة يعني عندها نفس المسؤولية مع الأب مع الزوج. فلهنا يعني راي تتشعب يعني تمتد الأمانات اللي هي كلها يعني ستكون عبادة وستكون فيها أجر لله سبحانه وتعالى. من أعلى الأمانات كذلك أمانة الجوارح، أمانة العين، أمانة اللسان. أمان كيف يعطيك الصحة سيدي بارك الله فيك، كيف أصونها، كيف أمنعها وأبعدها عن ما حرم الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي غير رمضان؟ هذا مطلب شرعي، مطلب الأمانات اللي ربي أعطاها لك، الجوارح اللي ربي أعطاها لك، جسمك أمانة، عقلك أمانة، مالك أمانة، هذه نعم كثيرة تحيط بنا هي أمانات. كيف تكون أمانة؟ نفصلوا توا العين. نعم، كيف تكون العين؟ أكبر حاجة يعني أنا نحب تكون واقعية هو اليوم يعني في كل هجوم متاع الإعلام متاع القنوات هذيك المصبوبة علينا صبا في ديارنا وفي منازلنا، الانترنت اللي عند الوليدات التلامذة اللي يقريوا فيهم اللي تقاه مشغول ومشغوب بالانترنت إلى درجة أنه معناه ما عاش يتلفت للدروس. حتى في القسم وهذا نعيشوا فيه يا سي شادلي، نعيشوا فيه. هاي هذا لازم التحذير منه. اعينوا. انا ديما نقول للتلامذه، اذا انت ما كون ولد عصرك، ما يسال شوف كل شيء، لكن خلي الحاجه هذيك يعني تكون ايجابيه عندك تخدمك، حتى في يعني العلوم الصحيحه، في الرياضيات تدخل لها، في العلوم الطبيعيه تدخل لها، في العلوم الانسانيه تدخل، في العلوم الشرعيه تدخل بها وتنتفع وتكسب بها معارف. عينك احفظها، لان العين راي شيء يعني النظره، نظره الحرام سهم من سهام الشيطان، غض البصر. هذه الجوارح والكلام يطول، خاصه يعني في رمضان اللسان، لا نقول الا خيرا ولا نتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، من الأمانات العظيمة أمانة الدعوة إلى الله، أمانة الفتوى، أمانة أن يتصدر الإنسان وأن يصعد إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفاش يكون أمين وقت اللي يتقدم الإنسان باش يصلي بالناس؟ كيفاش يكون أمين وقت اللي الإمام هذا يسألوه الناس ولعله يتحرش؟ والله أنا ما نعرفش الإجابة على السؤال هذا، كيف يمكن الإنسان أن يكون أميناً في هذه المسائل؟ فاصل. طيب،
بسم الله، أريد أن أذكر أن أذكر ابني رضا في مسألة الحواس من السمع والبصر الجوارح، كلنا هذيك هي أمانة، وربي مش يسألنا عنها، مش يسألك عن عينك ماذا نظرت بها، سمعك ولسانك وخطابك وفكرك وعقلك، الكل نحن مسؤولون. ربي إش قال؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤولا تحت السطر، هذيك مسؤولا يعني هي أمانة، فلسانك أمانة، وليس الإنسان حرا أن يطلق لسانه كيف ما شاء، وليس الإنسان حرا أن يستمع إلى المنكر وأن يستمع سواء عبر وسائل الإعلام اللي موجودة يعني، وأن حتى أن يفكر في المنكر وأن يستلذه بتفكيره وأن يستحضر وأن يستدعي المشاهد المنكرة. أنت هذيك أمانة يعني، ولذلك يعني غدوة يوم القيامة تشهد عليه، يعني تشهد عليه عينه، تشهد عليه سمعه، يشهد عليه يعني فكره إلى آخره. نرجع منها مسألة الفتاوى والأئمة، يعني الأئمة الدين من يتحملون مسؤولية أقول ثقيلة، بل هي أثقل من أئمة السياسة وأئمة الحكم. كيف ذلك؟ لماذا؟ لأن الإمام ورجل الدين والداعية يعني إن شئت مسؤوليته يعني هي عامة وهي شاملة، فيها هذه إن شئنا أو تتقاطع مع جوانب الأخرى الحياة، مع السياسة ومع المجتمع ومع الحياة اليومية، يعني تتقاطع مع بعضها، لكن في إطار دين الله، إطار شرع الله. ثم هو هك الداعية وهك الإمام، هو بمعنى من ورثة الأنبياء، من العلماء ورثة الأنبياء، يعني فاش في التبليغ، في التبيين، في التبصير الناس، في الصبر على الناس، الصبر على أقوال الناس. من الأئمة من قد يهاجمون من قبل الرعاة، خاصة رعاة الأمة ورعاة الشعب، من يزعجونهم بمعنى وينسبون إليهم ما لم يقولوا ويتقولون عليهم. إذن الإمام من هو بين مسؤولية أمام ربي سبحانه وتعالى في التبليغ، وينبغي أن يحذر كل الحذر فيما يقول. ثم هو مسؤولية أمام الأمة، أمام الشعب، أمام المجتمع، لأن المجتمع معناها فيه شقين، ثم شق معناها يثق فيه الإمام أو يثق في الإمام ويحب يستمع إليه ويحب يستفيد منه، وهو ربما في أشد الحاجة إلى الاستماع للإمام. فما شق آخر يهاجمه ويعاديه، من ينبغي أن يكون حذرا منه وأن يكون صبورا على تقبل بمعنى كلامه الإنسان، بمعنى أو الإمام من ينبغي أن يتريث وأن لا يتسرع من في الجواب إذا كان يحتاج إلى نظر. اللي قلت لي أنت مما عرفناه عنك لابد يعني ثم جوانب يجاوب عليها الإمام، يعني بحكم أنه مهتم بالدعوة وأنه يجدد ديما في ثقافته، ممكن هذا موجود، هذا حسيت به أنا من فهمتي. وثم جوانب أخرى يعني ينتظر الإمام مالك وما أدراك، من 36 مسألة فلم يجب إلا على 2 ولا 3 منها، حاجة كما هكا يعني. ليس هذا استنقاصا من قدر الإمامي؟ كان شي يقول لا أعرف هكا يجيب بي لا أعرف. ولذلك يعني الأئمة والجوامع والخطاب الديني معناها اليوم قاعد يتلقى في هجومات مع ناس حقيقة ما يخافوش ربي سبحانه وتعالى، وربما دينهم فيه معناها تو انت امام، معناها تحبوا على كيفك، تحبوا معناها يتجاوب معاك على فتوى قد ديانه. هذا المشكل، ويا سيد قد تكون مهلله
حتى عقيدته تقام هلهلة والعياذ بالله، ويجي باش يمقص الإمام لغير، ويجي باش يسخر منه وباش يحط من شأنه. الإمام هذوما يستعمل معهم ما قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الإمام هذه الأمانة، هذه أمانة، أمانة التبليغ وأمانة الدعوة وأمانة التأثير على الناس. فالناس ينتظرون منها بشوق خطاب يوم الجمعة، وينتظرون بشوق منها مجيء رمضان والمناسبات هذه الدينية باش يستمعوا إلى كلمة الحق وكلمة الخير. على كل يعني الأمانة شفتوها بمعنى معناها هي خلق الأنبياء، خلق المرسلين، من شروط الرسل هي الأمانة والبلاغة والفطانة. واضح. أيوة. طيب، مجالات الأمانة عديدة ودوائرها تتسع فلا يمكن أن نضبطها. سيدي ذات الشمس تبين لنا ما هي فضائل الأمانة، ثم لو يكفينا الوقت باش نتطرق لنقطة أخرى، ما هي نتائج الإخلال بالأمانة؟ تفضل، ما هي فضائل الأمانة السيدة؟ طيب، شكرا بارك الله فيك. أخرى مثلا. طيب، فضائل الأمانة أكيد يعني هي الأمانة في حد ذاتها بكلها فضيلة، يعني من الفضائل الكبرى في ديننا. والفضائل إذا نحب نعدوها يعني سأذكرها ثم سنفصل مع بعض بعضها. أول الفضائل هي أن الأمانة دليل على كمال الإيمان. أول الفضائل أنها دليل على كمال الإيمان. ثم الثاني هي سبب في انتشار الأمن بين الناس. ثم أنا قلت مش نذكرها، هي كذلك ثلاثة سبب في حفظ حقوق الناس. أربعة هي سبب لنيل مرضات الله ومحبة الله سبحانه وتعالى. خامسة هي سبب في تماسك المجتمع. مش نحب نعدد العشرة وقد نأخذ بعض نفصلها. ستة هي فلاح وصلاح للعبد وللمجتمع. سبعة هي مركز أساسي للدين. ثمانية هي دليل على صحة وقوة إيمان المؤمن. التسعة يعني علامة من علامات الإيمان متاعه. نعم. واضح، تفضل. التاسعة هي حصول البركة في شتى مجالات حياة الأمناء. العاشرة هي سبب في تحقيق سعادة الأمين وسعادة المؤتمنين جميعا. لو تفصلوا أكثر سيدي، ناخذوا بعضها. لما نقول الأولى اللي هي دليل على كمال الإيمان، أكيد يعني الإيمان لا يكتمل إلا بجملة من القيم، من أعلى القيم الأمانة. الإيمان لا يكتمل، الإيمان ما يكفيش أن يكون فيها يعني العبادات، هو العقيدة متأكدة في الإيمان والشريعة أو العبادة المتأكدة في الإيمان، لكن إذا كان صلاة الإنسان لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ولا تحقق فيه معنى الصلاح والاستقامة، لا معنى لصلاته ولا معنى لعبادته. يعني كأنك تتحدث بالضبط، كأنك تتحدث عن الصوم وهو من العبادات، أنا أصوم فقط عن الأكل والشرب فقط. أنا تفضل. أنا نحب نعطي مثال واقعي، يعني كما كنت تقول أنت موش الصيام موش عن الصوم. بالضبط، هذا ما نريد أن نبينه. لما يكون إنسان أمين ويكون هو يعني في صلاته وفي عبادة وفي استقامة يعني على مستوى الشعائر، ويحتكر البضاعة، وين الأمانة متاعه هنا؟ هذا خيانة، خان الله وخان رسوله وخان المجتمع وخان الناس. الاحتكار اللي قاعد يعملوا فيه هو يصلي سريضا، وين صلاته؟ هو يصلي ويصوم، هو لا صلاته لمن لا تناهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. معناه يصلي ويصوم وهو يحتكر، كأن لا صلاته له. لم تفعل فيه شيء. ولهذا لما نقوله هي دليل على كمال الإيمان، أراه المنافق هو إذا أؤتمن خان، أما المؤمن يعني مؤتمن إذا أؤتمن كان أمينا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث نتاع أيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. نعم، هذا هو يعني إذا كان إنسان غير مؤتمن فهو منافق، فيحذر أن يكون يعني من زمرة المنافقين أو من مجموعة المنافقين الذين يعني يخونوا أماناتهم.
ومن هنا يعني تفتح الفضائل على أكثر من كمال الإيمان، سبب في انتشار الأمن. نعم، على اعتبار أن الأمن مطلب، هو مطلب يعني نفسي، نفس المؤمن، نفس الإنسان يكون يعني في توازن وفي سكينة، وهو مطلب كذلك، هو مطلب اجتماعي ومطلب أممي بالنسبة للأمم الكل. ما عندناش نحن في ديننا اعتداء دولة على دولة، ما عندناش في ديننا يعني انتهاك حرمات، ما عندناش في ديننا يعني القوي يتسلط على الضعيف. احنا بالعكس، احنا ديننا يعني كله جمال وكله يعني رفق وكله يعني محبة للآخرين. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو فيه دعاء: اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. ومن هنا يعني قد تتداخل المعاني، قد تتداخل يعني الأفكار في فضائل الأمانة، أن حتى المسؤول الأعلى في الحاكم أو المسؤول، المسؤولية الخاصة، الأب في أسرته، كل منهما والجميع مؤتمن على ما يعني جعله الله سبحانه وتعالى مسؤولا عليهم، مؤتمن على الرعية هذاك، وهذاك مؤتمن على وليداته حتى يحقق لهم الأمن، يحقق لهم الأمن. نعم، لأن الأمانة سبيل إلى انتشار الأمن وإذاعة الأمن بين الناس. كذلك الأمانة هي سبب في حفظ حقوق الناس. قال طيب بكري الشراكة، ناس يعني في شركة مع بعضهم، إذا كان هذا أمين وهذا أمين تحفظ حقوقهم. أكيد. إذا هذا أمين وهذا خائن أو زوز خاونة كل واحد يلوج الآخر كيفاش معناه مش يحصله، ضاعت الحقوق. صحيح. ضاعت الحقوق بطبيعة الحال. بلي سمعني سيدي، ذا نقطة هامة نحب نأكد عليها في المسائل التعاملية، في الاقتراض الناس بعضهم من بعض. هذا باب من أبواب الخير تقريبا يكادوا يغلق إلا عند القليل. نحب يقولك أنا بلاي يسلفني. علاش الناس في الباب هذا في المسائل التعاملية قولك أنا ما عنديش، وهو أنا متأكد اللي هو عنده، علاش ما يحبش يسلف؟ شنو السبب؟ شنو السبب بالضبط؟ شنو السبب اللي قال أنا ما عنديش وهو عنده وأنا ما يحبش؟ نجم يفك الكربة متاع إنسان آخر مسكين تقي. لأنه بطبيعة الحال نقوله نحن قد لدغ من غير المؤتمن. بالضبط، لدغ من الخائن لما سلف الإنسان الأول والثاني، وقد يكون فلما كان منه هذا الخيانات المتكررة فاش تمثل السيفا يعني قالوا ما رجعلوش، ضيع الأمانة، وإلا رجعلوا بعد، لأن القرض أمانة. سلف وأعطاه حاجة، ذيك أمانة من أكبر الأمانات، أعطاك حاجة يعني أمانك عليها باش أنت تستثمرها، تخدم بها، يعني تساعدك وتعيد لصاحب الأمانة أمانته، ترجعها كاملة وفي وقتها. مع نعم. قصدك نعم. واضح. وما أجمل ديننا، ما أجمل ديننا، ما فماشي حاجة اسمها ربا. رجع حاله كما هي، رجع القرض الحسن، ترجع حاله كما هي. وهذا هو التعامل الطيب النظيف بين المسلمين، يزموا يتعاملوا مع بعضهم بأمانة وبشرع الله. فماشي ربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه كليات من كليات ديننا. فلما يعطيه يعني هكا القرض ذاك يعني يسهل عليه ويعني يخليه يعني كما نقولوها نحن يعني يحل جوانحو. انت شنو المقابل؟ مقابل انك تخونه، مقابل انك تقدر به. سبحان الله، وين اخلاق المؤمن؟ وين اخلاق المسلم؟ اش عملت الصلاه فيك؟ ما عملت شيء. اش عمل الصيام؟ ما عمل شيء. اذا خانت الامانه. طيب سيدي ذا، الاسرار سواء كانت أسرار أسرية داخل العائلة أو أسرار بين الأصدقاء، هل تعتبر الطيب هذه من الأمانات؟ هل بالضرورة أنا كي نحكي معك كلام خاص الطيب، هل بالضرورة أن يقولك جاه ربي ما تحكيش النقطة هذه؟ الزوج مع زوجته، أكل الأسرار العائلية في الجانب الضيق الطيب، يعني بالضرورة ما هو الذنب كي ترتكبه الزوجة كي تحكي لها زوجها مسائل خاصة؟ نفس الشيء في الناس الذي تفضل. طيب الأسرار هي أمر هام جدا ويشكل خطورة إذا كان هتكت هذه الأسرار، خاصة الأسرار العائلية، وإذا اطلع الناس على عيوب بين الزوجين أو اطلعوا على انحرافات امرأة زوجة أو انحرافات منها زوج،
وشاع ذلك وانتشر وتفشى، فهذا أكبر مصيبة وأكبر داهية، وهذه التي ابتلينا بها في جوانب من إعلامنا التونسي الواقع. فهناك برامج يعني تفضح فيها أدق الأسرار العائلية بدعوى أن المنشط من يحاول أن يصلح، بل أحيانا يتكلم ويقول يا فلانة ولا يا فلان أنت تو يتفرجوا عليك 12 مليون تونسي يعني، وثم بعده يقول والعالم التلفزة التونسية والواحد تنشر البرة يتفرجوا عليك كذا يعني، وتحاول منها بهذا الأسلوب أحيانا ما نسمش منها أسلوب منها فيه تحدي للدين وتحدي للقيم، يعني يدعي وأنه يداوي وأنه يعالج وأنه يصلح بين الزوجين. مجاهرة طيب. مجاهرة من المجاهرة بالمعاصي، أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عدم ثم يعني، وذلك كذلك من المجاهرة بالفسق والفجور، يعني حفظ الأسرار وعدم إفشائها هي مطلوبة، هي أمانة بين الرجل والمرأة ذات في الدار، وبين الناس، بين المتعاملين، بين أولي الأرحام، بين من الأم وولدها، الأم وبنتها إلى آخره. في حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة، يعني مازال ممكن ما قامش وما خرجش، يعني على الجالسين هذوك الجالسين أن يحافظوا على هذه الأمانة، مش بيتحدثوا بها. نحن اليوم مجالسنا سامحوني مجالسنا يعني نقول ما بلغش 90% 90% تنتهك في حرمة الأمانة. القهوة يبدأ رجاء مجالس النساء في الجامعة زي نفس الشيء، فما ناس ضعاف الإيمان سمعني، ال- 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 الجامع المسجد يتحول إلى بمعنى كأنه قهوة، كأنه معنى قاعة شاي الناس يتحدثون فيها. من الأسرار بين الزوجين معنى إيش يقول صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس منزلة يوم القيامة، أشكون الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها. حول قوت الله. شنو سرها؟ هي تتحدث في البلاتوات، هي تجي تتحدث. ما أنا معش تحكي لأمها وتحكي صديقتها فقط. يعني. ينشر. يعني بالعكس، شنو داويني بالتي هي الداء؟ هذه قالها مخمور سكران شاعر، شكون يعرف عليه؟ يعني المسألة هذه زادة كيف منها طول الناس، ولو في الحديث العادي متاعها بالله المجالس بالأمن، بالله منها ما تحكيش، هو كي قال له ما تحكيش وقتها باش يحكي. حول قوة يعني يا ولدي راهي أمانة عليك بتقوى الله، سألتك بالله كان تمشي تتحدث، هذا سر ما بيني وبينك منها، يعني يسمى الإنسان. أنا عندي أسرار مقبورة ما سمع بها أحد في حياتي، ما نفهم شو تحدث يعني. ثم يعني عن زادك الإنسان اللي يجي يستشيرك، أي يسألك في مسألة طيب أو يستفتيك، أيوة هذا في كذا يستشيرك، دلني على طبيب منها يستشيرك اش نعمل، منها فهمتني عندي مشكلة مع زوجتي وكذا وكذا، بالله يشير علي، عندي ولدي منها كذا هرب علي، عندي ولدي نافر منها كذا، يستشير. المستشار مؤتمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف قول بين، منها ما تعرفش ما ندخلش الميدان هذا، وانا معناها في كذا نعيش في حيره ولا في شك. اتينا الى نهايه الحصه، تقبل الله صيامكم وقيامكم. سطيب لو تختم بدعاء في نهايه هذه الحصه. نحمدك اللهم حمدا يفوق ويعلو حمد الحامدين امين والاخرين،
ونشكرك مستزيدين من فضلك ومستكثرين. أمين. نصلي ونسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا الشر ما قضيت، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. يا رب العالمين يا رب الرحيمين. اللهم خلقنا بخلق الأمانة يا رب العالمين. أمين يا رب. اللهم يسر لنا أسبابها يا رب العالمين. اللهم أقدرنا على تحمل مسؤوليتها وأدائها على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم لا تبتلنا بالخيانة. اللهم لا تجعلنا من الخائنين. اللهم حل بيننا وبين كيد الخائنين يا رب والمنافقين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، أنت مولانا ونعم النصير. الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.